ليفربول بطل للدوري الانجليزي بعد غياب 30 سنه. معلش هسيب ده لادم. ادم تعليق حضرتك على ده. صحيح هذا حدث يعني يعتبر حدث رغم الكورونا، ولكن ليفربول يعني في هذا الموسم وجد ما ينسيه شيئا ما كورونا، لأن هذا اللقب ليفربول سعى إليه سنوات عديدة وحققه أخيرا، ويعتبر هذا إنجاز تاريخي، وخاصة بالنسبة لنا كفارقة. هذا النادي يضم ساديو ماني ومحمد صلاح ونبي كيتا، مجموعة من اللاعبين الأفارقة، أو إذا صح القول هذا صلاح وماني يعتبران الأفضل في هذا النادي، وإن كانت المجموعة كلها ممتازة، ولكن هذا يدخل التاريخ بالنسبة لنا كأفارقة بأن هذين النجمين قادا ليفربول إلى الفوز بلقب البريمير ليج بعد غياب سنوات. سيد آدم معلش يعني خليني أسألك سؤال وعايز رد سريع. هل ساهمت كورونا وضعف مستوى الأندية في حصول ليفربول على اللقب ده بعد 30 سنة؟ لا أعتقد، لأن ليفربول كان على المسار الصحيح منذ البداية، وحتى الموسم اللي قبله ليفربول خسر أمام السيتي، ولكن حقق مجموع نقاط التي حققها في نهاية المطاف كانت يعني نقاط كثيرة جدا. النادي كان يستحق مع كلوب كون فريق استطاع أن يفوز بدوري أبطال أوروبا، وأعتقد بأنه خسر الموسم اللي قبله، خسر أمام السيتي اللقب بفارق ضعيف، واستحقه بجدارة واستحقاق بكورونا أو من دون كورونا، المجموعة كلها تستحق. يمتلك يعني مجموعة من الحارس المرمى حتى يعني في الهجوم، يمتلك فريق ممتاز ويستحق. طيب أحمد معلش يعني ليفربول قدم النهاردة أداء سيء، محمد صلاح وتعادل النهاردة، سؤالي ليك، بعض الناس بتقول إنه في مشاكل بين ساديو ماني ومحمد صلاح، وأبو تريكة طلع قال إن محمد صلاح زعلان إنه قاعد على الدكة، إلى أي مدى، وتصريح محمد صلاح الأخير بإنه ريال مدريد وبرشلونة فرق كويسة جدا، إلى أي مدى ربما نسمع عن انتقال محمد صلاح إلى نادي أسباني؟ شوف أستاذ محمد، الموضوع ملخصه إن كلوب لأول مرة ينتقد محمد صلاح علانية في الصحف، واتكلم على نقطة محمد صلاح، بيتكلم على إن هو كان الأولى إن هو يبقى الكابتن بتاع الفريق في آخر ماتش دوري أبطال أفريقيا مع ميتلاند، كان المفروض إن أرنولد هو اللي خد الكابتنة، فمحمد صلاح طلع في الصحيفة اللي هو الأسبانية اللي اتكلم فيها على ريال مدريد وبرشلونة وقال أنا كنت الأحق إن أنا أبقى الكابتن. طلع كلوب امبارح في تصريح وقال أنا غلطت، بس صلاح ما كانش المفروض، هو المفروض أوريجي. أول مرة ينتقد كلوب صلاح مع انه كان بيعتبره ابنه الصغير يعني في تصريحاته دايما، وكان بيحتويه، لكن واضح من تصريحات كلوب وتصريحات صلاح ان في مشكله فعلا، وان كلام الكابتن محمد ابو تريكه مش من فراغ، في مشكله مع محمد صلاح في ليفربول، واعتقد ان ده اخر موسم لمحمد صلاح. وقع الانتقال يعني. طبعا وفي مشكله كبيره، حتى كابتن ادم يقول لنا ان المشكله كبيره ما بين ماني ومحمد صلاح واضحه. لسه كنت هتنقلها. كابتن ادم بس سريعا برضو، البعض يؤكد انه هناك رايين، ان هناك مشكله بين محمد صلاح وساديو ماني، والبعض الآخر يقول أن المشكلة بين ساديو ماني ومحمد صلاح غيرة طبيعية بين اثنين مهاجمين كبار، أنت تميل إلى أي الرأيين؟ أنا أعتقد بأنها غيرة طبيعية بين مهاجمين كبار يتنافسان في الكرة على الصعيد العالمي في الأوروبي بشكل عام، وحتى ومن جهة أخرى على الصعيد الإفريقي من أجل أفضل لقب، ولكن أعتقد بأنه يعني أنا أعتقد بأن على محمد صلاح أن لا يتبع الإعلام كثيراً. محمد صلاح كان رأيناه مع في تشيلسي، وقبل ذلك كان في روما، الشخص الذي الفضل لما عليه صلاح اليوم وساديو ماني أعتقد بأنه يعود للدرجة الأولى، يعود إلى يورغن كلوب. هل إذا ذهب محمد صلاح إلى ريال أو برشلونة أو نادي آخر سيندمج؟ هنا عليه أن يحسبها كثيرا، يعني في بعض الأحيان مع الاحترام أنا سمعت تصريحه الكابتن يعني الأسطورة أبو تريكة، ولكن أعتقد بأنها هي غيرة على صديق له وابن بلاده أكثر من ما هي كروية. محمد صلاح، ساديو ماني جلس وهو حاليا هذا الموسم أفضل من صلاح وأفضل لاعب إفريقي ساديو ماني، أعتقد صحيح، ولكن المدرب عليه أن يحسب موسم طويل، في بعض المباريات يجب أن يريح وهذا اللاعب أو ذاك، ويحسب بهذه الطريقة، هو أخرج ماني وأدخل صلاح،
وكرة القدم هكذا، وخاصة هذه التصريحات. طيب. هذه التصريحات التي طيب قد يعني انا كنت بس عايز امر يا ادم انت واحمد يعني سريعا برضه طالما جينا عند الملف ده عشان ناخد الحصاد، بس كنت عايز امر مرور كرام كده على انه صلاح خلى السنه دي من الالقاب ما عدا لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي، هو هداف دلوقتي لكن ذا بيست خرج منه، افضل لاعب في افريقيا خرج منه، مش كده يا هو هداف هو هو صلاح اصلا اعتقد بان يورجن كلوب اعطيه ميزه، صلاح هو من يسدد ركلات الجزاء في ليفربول مع انه ليس افضل مسدد في الفريق، وهذه ميزه. انت عندما تنظر الفرق الكبيره اليوفي كريستيانو من يسدد، في باريس سان جيرمان نيمار من يسدد، برشلونه ميسي من يسدد، محمد صلاح يسدد في ليفربول مع ان هناك افضل لاعب افريقي وكان افضل منه في الموسم الماضي ساديو ماني، ولكن محمد صلاح يسدد، وهذا يعني بان يورجن كلوب يعلم بان هذا اللاعب هو يعني المهاجم رقم واحد لديه، ولكن ايضا هناك مجموعه من المهاجمين، هناك موسم طويل والنادي يلعب على عدة جبهات، يجب أن يريح اللاعب هنا ويلعب هناك، وهذا الأمر ساري على فيرمينيو وعلى ساديو ماني. طيب خليك معنا ناخد الحدث رقم 5. حدث رقم 5 في 2020 كان رحيل أسطورة كرة القدم مارادونا. هاخد تعليق منك وتعليق من آدم على رحيل مارادونا. أحسن لعيب في التاريخ. حضرته يا أحمد وبيلعب؟ ما حضرتوش وأنا بيلعب، بس طلعت بسمع عنه، وحضرت 94 دي كنت لسه صغير، يعني كنت كاس العالم 94 ده كنت لسه صغير يعني، بس لحقته. لكن طبعا ده احسن لعيب في التاريخ بدون نقاش يعني. ادم تعليقك على خبر رحيل، على فكره 60 سنه رحيل مارادونا عام 2020. صحيح. يعني هو مارادونا امره غريب، يعني مارادونا لا يمكن فقط ان نقول بانه لاعب كره قدم بتلك السهوله. مارادونا يعني انا بالنسبه لي هو كره قدم، مع اني انا لم احضره ايضا، يعني شاهدت الفيديوهات بعدين وكلها، ولكن هذا اللاعب بسلبياته وايجابياته يجسد كره جماليه كره القدم. صح. مارادونا يمتلك منحه الله يعني كاريزما لم ارها في لاعب كره قدم، حتى هو خارج الملعب وداخل. مارادونا يعني عندما يكون متواجد في أي مكان يجذب الأنظار، وهذا أيضا كان مارادونا داخل الملعب. وأعتقد بأن كرة القدم فقدت الشخص الذي عليه اتفاق الجميع، عليه اتفاق الجيل الحالي والجيل الذي لعب معه وحتى الجيل اللي قبله جيل بيلي، الكل يتفق على مارادونا. أنت لديك لاعب مثل ميسي وكريستيانو اليوم فيه مجموعة من اللاعب جيل قديم لا يعتبرهم عادين، يعني مش من أفضل في التاريخ، ولكن مارادونا عليه اتفاق، يتم مقارنته بعض الأحيان ببيلي، ولكن يبقى الكل متفق أن هذا اللاعب يجسد كرة القدم بجماليتها.